أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ من كام حلقة كده استعرضنا مع بعض التليفون اللي من شركة موتوريلا، الفليب الجديد الريزر 40 او 40 الترا. تسكت بقى موتوريلا ازاي؟ تروح على طول مستحوذة على السوق ونازلة باللي بعده اللي هو ايه؟ الـ40 العادي، عشان تقدر تبيع اكبر كمية من الفليب بتاعها على مستوى العالم. هنستعرض النهارده مع بعضينا الريزر 40 العادي، وهنشوف الامكانيات بتاعته، وهنشوف بيقدم لنا ايه وايه اختلافه عن الالترا، وهل سعره فعلا مناسب للامكانيات اللي بيقدمها من شركه موتوريلا ولا لا. موتوريلا بتبدع فعلا في الشغل بتاعها في الفليب من زمان جدا، من اول ما اخترعت الستار تاك لو حد يسمع عنه، او التليفونات الفليب الزغنونه قوي بتاعه زمان. النهارده جايبين لكم الريزر 40 ونشوف امكانياته ونشوف بيقدم لنا ايه، ومقارنه بينه وبين الـ40 الالترا العادي. يلا مع بعض نستعرض التليفون اللي معانا النهارده الرائع اللي من شركه موتوريلا، وهو الموتوريلا الريزر 40 او 40 العادي، ونقارنه كده مقارنه خفيفه بينه وبين الالترا عشان نشوف ايه الفروق اللي ما بينهم. يلا بينا. ازيكم واخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقه ثاندر تكنولوجيا معلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. كنا استعرضنا من فتره كده بسيطه الموتوريلا الريزر 40 او ال40 الالترا. النهارده هنستعرض الادنى منه او الاقل منه في السعر والامكانيات، وهنشوف الفرق ما بينهم كده الطفيف، وهنشوف السعر بتاعهم كمان عشان نشوف موتوريلا بتقدم لنا ايه. وتقريبا هي عايزه تستحوذ على جانب كبير من المستهلكين يمسكوا الموبايلات بتاعتهم. هنستعرض مع بعضنا التليفون وهنشوف يستاهل السعر ويستاهل ان انت تقتنيه ولا لا السنه دي. قبل ما ابتدي اخش في الاستعراض، مش هنسى زي كل مره افكر حضراتكم ما تنسوناش سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتم فعلوش هيجي لكم كل جديد، وصندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا، خشوا خدوا فكره، ولو عجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. يلا مع بعض نستعرض التليفون الجديد من موتوريلا، وهو الموتوريلا الريزر 40 او الفورتي الفايف جي العادي. يلا بينا. طيب التليفون في التصميم بتاعه شبه بالظبط الريزر الـ40 الالترا، ولكن يفرق ان بدل ما الواجهه تبقى كلها شاشه، لا جزء منها بسيط شاشه وفي الكاميرتين، ولكن هو نفس المواصفات بالظبط. لما بتفتح بيبقى بالظبط مستطيل الشكل مع دائريه الحواف وعدم حديتها، مع وجود الكاميرا الهول بانش الصغننه في المنتصف في الاعلى، ومن الظهر مقسوم طبعا لنصين، النص اللي فيه الشاشه والكاميرات وهو مستطيل الشكل وفيه شاشه اوليد، والشكل النص الثاني اللي فيه العلامه في المنتصف وتحتها كلمه ريزر. اعلن عن التليفون دوت 1/6 او 1 يونيو 2023، واتطرح للبيع يوم 21 يونيو 2023. التليفون في ابعاده زيه زي التاني بالظبط، في حاله الانفولد هيبقى 170.8 في 74 في 7.4، اما في حاله الفولدد هيبقى 88.2 في 74 في 15.8. والتليفون الوزن بتاعه 188 جرام، وزي ما انتم شايفين ظهره بيبقى من الجلد. من الامام هيبقى من البلاستيك، والامام هيبقى او الازاز هيبقى من نوع الجوريلا جلاس الفيكتس، والظهر من الشكل اللي هو الرابر او اللي احنا بنقول عليه اللي هو الايكو ليذر. الفريم من الالومنيوم، والظهر من البلاستيك، والهانج نفسه او المفصلات من الستانلس ستيل. التليفون بياخد شريحتين اتصال مع وجود شريحة الكترونيك SIM داخل التليفون ده، ومغطى بخاصية الووتر ريبلنت كوتينج او العلامة واخدة الشكل اللي هو بيعمل ريبلنت او انعكاسات للالوان. الشاشة في حالة الفولدبل من النوع LTPO AMOLED مليار لون،
الريفرش ريت بتاعها 144 هرتز، التاني او الالترا بيبقى 165. بالدعم ال HDR 10 بلس والنتس بيوصل 1400 نتس زي التاني بالظبط. مساحة الشاشة دي 6.9 انش، بقوة استحواذ 85.1% زي التاني بالظبط. ريزوليوشن الشاشة زيه زي التاني، 1080x2640 بكسل، بكثافة بكسلات 413 بكسل لكل انش. اما الشاشة الخارجية اللي احنا قلنا عليها المستطيلة، فهي AMOLED بس بتوصل ل 1000 نتس، والالوان بتاعتها 16 مليون لون بس. مساحتها 1.5، التانية طبعا بتاعت الالترا 3.6 انش، والريزوليوشن 194x368، التاني كان 1056x1066، وكثافة بكسلات 282 بكسل لكل انش، ومغطى بجوريلا جلاس فيكتس بود. في جميع المواصفات هو تقريبا التاني، البروسيسور بس اقل هنستعرضه دلوقتي. الاندرويد 13 مع الواجهة بتاعت موتوريلا، والمعالج من شركة كوالكوم سناب دراجون 7 الجيل الاول، ده 4 نانومتر، التاني طبعا 8 بلس الجيل الاول. النواة دي او البروسيسور ده 8 انوية اوكتا كور، النواة الرئيسية بقوة 2.4 جيجا هرتز كورتكس اي 710، والتلات انوية المتوسطة بقوة 2.36 جيجا هرتز كورتكس اي 710، والاربع انواع الموفره للطاقه بقوه 1.8 جيجا هرتز كورتكس اي 510. توليف الروعه دي بتدعمها كارت شاشه ادرينو 644. مواصفات الميموري هي التاني، ولكن الميموري او الذاكره بتنزل من نوع اليو اف اس 2.2، التاني طبعا بالاحدث اللي هو 3.1. بينزل ثلاث انواع من الذاكره، اما 128 او 256، اسف نوعين من الذاكره مش ثلاثه. وبينزل الرامات اما 8 جيجا بايت مع ال 128 او 256، او 12 جيجا بايت فقط مع ال 256 حسب اختيار حضراتكم. هنا الكاميرات اعلى شويه، الكاميرا الرئيسيه اعلى شويه من الثاني. الكاميرا الرئيسيه هنا 64 ميجا بكسل، الثاني 12 ميجا بكسل. طبعا 64 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.7، بيدعم البي دي اف والليزر اوتو فوكس والاو اي اس تثبيت البصري. والكاميرا الثانيه زيه زي الثاني بالظبط، 13 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2 الترا وايد، بيدعم الاوتو فوكس. التوليفة الجميلة دي بيدعمها LED فلاش، بيدعم تصوير البانوراما والـ HDR، والكاميرات بتصور لغاية 4K بفريم 30 فريم بير سكند. الكاميرا الأمامية أو السيلفي زيها زي التانية، 32 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.4، بيدعم تصوير الـ HDR وتصوير الفيديو بيوصل 4K بفريم 30 فريم بير سكند. التليفون طبعا فيه سماعتين من الأسفل والأعلى من نوع الاستيريو، ومفيش مكان لتركيب الجاك 3.5. وحدات الكوميونيكيشن الواي فاي بأحدث حاجة تراي باند، البلوتوث زيه زي التاني 5.3، الجي بي اس هنا دول، التاني كان تراي. ال ان اف سي موجود، الانفراريد مش موجود، والراديو مش موجود. اليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. اما البصمة فبتيجي جانبية في زر الباور، وموجود جميع السنسورز موجودة في جميع التليفونات. التليفون هنا البطارية بتاعته اعلى شوية من التاني، لانها بتيجي ليثيوم 4200 ملي امبير، التاني بتيجي ليثيوم 3800 ملي امبير. هنا الشحن برضو هو بيشحن ب 30 واط، وشحن وايرلس 5 واط، والشحن العكسي بيوصل ل 10 واط. التليفون دوت بينزل منه اما الاخضر او اللي بيسموه الفانيليا كريم، او اللون اللي هو الشامبين، او اللي هو مش الشامبين اسف، اللي هو اللون اللي هو الموف. التليفون ده السعر بتاعه وقت نزوله 800 يورو، يعني احنا بنتكلم بالمصري تقريبا في حدود وقت تصوير الحلقه 28,000 جنيه تقريبا. التاني طبعا كان معدي ال 40,000 لانه كان ب 1200، فطبعا مقارنه بالتاني تقريبا هو النص. ولكن تليفون يعني انا بعشق اصل الموتوريلا، ويا ريت تجرب، ولو نزل هنا في مصر نحاول نخاطب الشركه ناخد تليفون نعمل له انبوكسنج ونعمله ريفيو ان شاء الله باذن الله. لغايه ان احنا وصلنا لنهايه الحلقه، يا رب تكون معلومات فادت حضراتكم، ورحب جدا بالاستفسار في اي وقت، ودعمكم لينا مهم جدا، عشان كده ارائكم مهمه. مش هنسى زي كل مره اوصح لكم، ما تنسوناش سبسكرايب اللايك الشير في كل مكان، كومنتس ونرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتوا ما تفعلوش هيجيلكم كل جديد. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا، خشوا خدوا فكره، ولو عجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. شكرا جدا، والسلام عليكم.